عرق النسا او العصب الوركي اللي ناس كتير بتعاني منه كتطور لالام اسفل الظهر، عشان كده في الفيديو ده هقول لك على اهم 3 تمارين هيساعدوك في حل المشكله دي. اول حاجه لازم نعرفها ان عرق النسا ده هو اكبر عصب في جسمنا ومنشاه من الرابعه والخامسه القطنيه والاولى والثانيه والثالثه العجزيه. وزي ما احنا شايفين ان العصب بينزل يغذي العضلات الخلفيه وكمان جزء من العضلات الضمه. مش بس وكده، هو بعد كده بيتقسم لفرعين، الفرعين دول هما اللي بيتولوا تغذيه عضلات الساق وكمان عضلات القدم. اول سبب ممكن يؤدي للمشكله دي هو ان العصب يكون مضغوط عليه فوق عند الفقرات القطنيه بسبب ديسك او غضروف، والمشكله دي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو اللي فات هيظهر لك في الاي فوق. تاني سبب ممكن يكون العصب مضغوط عليه بسبب عضله مهمه جدا اسمها البايريفورمس مصر، والعضله دي هقول لك على تمرين عليها في اخر الفيديو. تالت مشكلة ولسوء الحظ وانت بتاخد حقنة في عضلة المقعدة الحقنة بتخش وتضرب في العصب فتحس بنفس المشكلة. اخر سببين معانا لقوا ان الناس اللي بيجيلهم جلطة او نزيف في المخ بيشتكوا من نفس الاعراض. مش بس وكده، لقوا ان في اخر شهور الحمل سيدات كتير بتشتكي من نفس الاعراض دي. طيب اللي عنده المشكلة دي هيحس بايه؟ هيحس بألم عامل زي الكهرباء ماشي بطول الطرف السفلي من ورا. مش بس وكده، هو كمان ممكن يزيد بالعطس او بالكحة او ممكن لما تقعد لفترة طويلة. اول تمرين معانا هيتعمل بالشكل ده. اول حاجه هتنام على ظهرك، بعد كده هتاخد ركبتك عليك بحيث ان هي تكون حوالي 90 درجه، بعد كده هتحاول تفرد رجلك على قد ما تقدر وهتثبت على الشكل ده، بعد كده هتحاول تشغل انكل رجلك رايح جاي بحيث انك تحس اكن في حاجه بتشد وبتسيب بتشد وبتسيب. تاني تمرين معانا مش هيختلف عن التمرين الاول كتير، احنا هنثبت في نفس الوضع اللي احنا اتفقنا عليه التمرين الاولاني، اللي هيختلف ان انت هتاخد وهتفضل مثبت وش رجلك عليك وهتقوم بتاني وفرد ركبتك بس. التمرين الاول والتاني دول يفضل ان هما يتعملوا مرتين في اليوم، المرة الواحدة ما تزيدش عن دقيقة او 40 ثانية. تالت تمرين معانا هو التمرين للبايريفورمس مصل، التمرين ده هيتعمل 3 مرات، المرة الواحدة هنثبت فيها 30 ثانية 3 مرات في اليوم. اخر حاجه عايز اقولها لك انك مش لازم ابدا تستنى لما الاعراض تسوء عشان تبدا تتحرك، انت ممكن تروح لدكتور عظام او اعصاب اللي بدوره هيحولك لدكتور العلاج الطبيعي اللي هيقوم معاك باللازم. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.